بنكمل مع بعض دراسة يونت 10 في منهج الصف الثالث الإعدادي، والنهاردة هناخد lessons 5 and 6. هنبدأ على طول بالكلمات. okay. exhibition يعني معرض أو عرض. planetarium planetarium اللي هو القبة السماوية زي الموجودة في اسكندرية اللي بيشوفوا فيها عروض للنجوم والكواكب وهكذا. vehicle اللي هي مركبة، أي وسيلة نقل بنركبها بنسميها vehicle. source مصدر. the International Space Station المحطة الفضائية الدولية. guide يعني مرشد، مرشد سياحي مثلا tour guide. directions اتجاهات. railway سكة حديد. Mediterranean مفروض البحر، Mediterranean Sea البحر المتوسط. sailor اللي هو البحار. okay. around يعني حول. clear يعني واضح. Russia اللي هي روسيا. newspaper جريدة. Europe قارة أوروبا. Spanish أسباني الجنسية. travel يعني يسافر أو سفر. flat مستوي أو مسطح. Venetian يعني شخص من مدينة فينيسيا أو فينيسي يعني Venetian. circle دائرة. appear يظهر. Englishman رجل إنجليزي الجنسية. Asia قارة آسيا. نكمل. informative يعني إعلامي أو إخباري، دي صفة من information. informative. هابل مرصد هابل الفلكي. achievement إنجاز. nearly تقريبا. asteroid كويكب أو كوكب صغير حجمه صغير يعني. asteroid. diary يوميات أو مفكرة. ديت يعني تاريخ. huge ضخم. اوكي عندنا conjugation of regular verbs. draw drew drawn يرسم. bring brought يحضر أو يجلب. leave left left يغادر. understand understood يفهم. hit يعني يصدم أو يضرب. الكوليكيشنز الكلمات اللي دايما بتيجي مع بعضها. make maps يرسم خرائط. make phone calls يجري مكالمات. make notes يدون ملاحظات. make sure يتأكد. draw maps يرسم خرائط. get directions يحصل على اتجاهات. take back يعني يسترد. نبدأ نقرأ الدرس بتاعنا. المفروض أول جزء في listening هو dialogue between guide مرشد وشخصية اسمها لينا. الجايد بيقول this is a very interesting photo، دي صورة مثيرة جدا. do you know what is it، انت عارفة دي ايه؟ قالت له it's the moon، دي القمر. لا that's right، ده صحيح. this is a photo of the moon، دي صورة للقمر. but it's an unusual photo، صورة مش عادية. ليه بقى؟ This isn't what we see when we look into the sky at night. الصورة دي مش اللي احنا بنشوفها لما بنبص للسماء بالليل. This is the far side of the moon. دي الناحية أو الجانب البعيد اللي احنا مش بنشوفه، الناحية التانية من القمر. إنجي قالت له So this is the side of the moon we can't see from Earth. ده الجانب اللي من جانب القمر أو وجه القمر اللي إحنا مش بنشوفه من الأرض. قال لها that's right، no one had seen this side of the moon before 1959، محدش شاف الجانب ده من القمر قبل السنة ديت. that's when the Russian spacecraft Luna 3 took the first photos of it. بيقول لنا الصورة دي في السنة دي أول ما السبيس كرافت أو السفينة أو المركبة الفضائية الروسية اللي كان اسمها لونا 3
أخذت أول صور للجانب ده. As soon as the photos were taken، أول ما الصور دي اتخذت، they appeared in newspapers، ظهرت على طول في الجرائد around the world، حول العالم، كل جرائد العالم نشرت الصور دي. The photos weren't very clear، الصور ما كانتش وقتها واضحة قوي، but everyone was very excited to see them. كل الناس، طب أكيد دي صورة غريبة أو زي ما بنقول إنجاز كده، فكل الناس كانت مهتمة تشوف الصور دي. Then in 1965، في السنة دي بقى بعدها بحوالي 6 سنين، Russia sent Zond 3، دي space craft تانية، كان أو رحلة تانية كان اسمها Zond 3 another space craft to orbit the moon. دي بقى كانت بتلف، أو الرحلة دي كانت بتلف في مدار حوالين القمر. It took 25 photos، أخدت 25 صورة، and they were much clearer، والصور دي بقى كانت أوضح بكتير من صور لونا 3. لينا قالت Has anyone made a map of the moon؟ هل في حد عمل خريطة لسطح القمر؟ الجايد قال لها good question، سؤال كويس. From 1966 to 1967 the USA sent spacecraft، أمريكا بقى طبعا هم أكتر دولتين كانوا مهتمين بدراسة الفضاء، هي كانت روسيا والـ USA، ودول كانوا بيبعتوا ودول يبعتوا ودول يعني كان في زي تنافس ما بينهم كده. في التاريخ ده أمريكا بقى sent spacecraft to orbit the moon، بعتوا هما كمان حاجات spacecraft، سفن أو مركبة فضائية عشان تلف حول القمر وتاخد صور. they used these to create maps، أمريكا بدأوا ياخدوا الصور دي وعملوا خريطة لسطح القمر of the moon. at the same time، في نفس الوقت Russia created maps، هما كمان هم عاملين خرائط للقمر، بس هما used the photos from Zond 3، الصور ال 25 صورة اللي التقطتها رحلة زوند دي هما استغلوهم واستخدموهم في عمل خرائط هما كمان. NG Were all of the photos of the far side of the moon taken by spacecrafts؟ هل كل الصور للجانب البعيد للقمر اتخذت عن طريق spacecrafts؟ قالها no. Soon after the maps were created، بعد ما الخرائط اتعملت، astronauts from the Apollo 8 spacecraft became the first people to see the far side of the moon. بيقول رحلة أبولو 8 كانوا أول ناس يشوفوا بنفسهم الجانب البعيد للقمر. They took photos of the moon as they orbited، وهم بيعملوا بيلفوا حول القمر خدوا صور هما كمان. لينا Have any spacecrafts landed on the far side of the moon؟ هل في أي مركبة فضائية هبطت على الجانب الآخر للقمر؟ لا. Yes، NASA sent a spacecraft to the far side of the moon in 1962، في السنة دي، but it broke، اتحطمت when it landed. A long time after، بعد وقت كبير من تحطم الرحلة دي، فرق كبير فعلا من 62 ل 2019 بقى، in 2019 a Chinese spacecraft successfully landed on the far side of the moon، نجحت فعلا المركبة الصينية إنها تهبط على سطح القمر. طبعا كانت المنافسة ما بين روسيا واليو اس اي في الأول، وبعد كده الصين بدأت تدخل مؤخرا طبعا في المنافسة. طيب the history of maps، بما إن هما اتكلموا فوق عن خرائط للقمر، احنا نرجع شوية لتاريخ الخرائط عموما وخرائط الأرض بدايتها ايه، وهنشوف بقى أسامي ناس غريبة هنا دلوقتي. بيقول لنا في أول 100 في القرن الأول، يعني تولمي اللي هو بطليموس
choose one of the first maps، أول خرائط خالص، choose the area around the Mediterranean. طبعا الخريطة بس كانت بترسم المناطق اللي حوالين البحر المتوسط. بعدها بحوالي 1100 سنة 1100، الإدريسي from North Africa، أعتقد ده حد عربي، draws maps in a book called Tabula Rogerinia، اسم غريب جدا، ده اسم الكتاب. It shows the walls as a circle، الصورة دي هو كان راسم العالم وكأنه دايرة. 1500 the Spanish sailor، البحار الأسباني جوانا دي لا كوسا draws the first map to show America، ده أول حد رسم أمريكا. جيردس ميركاتور finds a way to draw the round wallet on flat paper، ده تقريبا كان رسم العالم بشكل دائري على ورقة مسطحة. 1800 roads and railways، بدأ بقى الطرق وخطوط السكة الحديد make travel easier، خلت السفر أسهل، وطبعا في الحالة دي maps become smaller and better، بدأت الخرائط تبقى أصغر وأفضل. طبعا بعد كده 1000 or 1950 the first satellite photos are taken، أول بقى صور للقمر الصناعي اتخذت of the earth and the maps give much more information، طبعا بقت التفاصيل أكتر والمعلومات أكتر. وصلنا طبعا ل 2005 people start to use maps on their phones، بدأنا بقى نستخدم الموبايلات والخرائط جوجل ايرث والمابس على الفون بتاعنا and computers they use satellites to get directions، طبعا ده آخر أو آخر تطورات في تاريخ المابس. هنبدأ نتكلم دلوقتي أو نقرأ عن محطة الفضاء الدولية اللي هي كل دول يعني أو دول كتيرة مشاركة فيها ولها الحق إنها تبعت ناس فيها أو أسترونات. إنتي بقى تقرأ لنا The International Space Station. What is the International Space Station? The International Space Station is a huge spacecraft 70 kilometers above the Earth. It's a place where astronauts live and work when they go into space. Most astronauts stay on the space station for about 6 months. How fast does it travel? The space station orbits the Earth every day. It travels at 27,000 kilometers an hour. That means that it goes around the Earth every 19 minutes. Minutes. Stop. Okay. السبيس ستيشن دي طبعا ارتفاعها زي ما قلنا فوق، يعني فوق مستوى سطح الأرض ب 70 كيلومتر أعتقد بعد الغلاف الجوي، ما أعتقدش إن 70 كيلومتر ده حاجة عالية، طبعا يعني خارج الغلاف الجوي ب 70 كيلومتر. وبيقول لنا طبعا الأوربت ذا أرث بتلف حوالين الأرض بسرعة رهيبة جدا، طبعا 27,000 كيلومترز في الساعة، وده معناه إنها بتلف لفة كاملة حوالين الأرض every 90 minutes، يعني كل 90 دقيقة بتلف لفة حوالين الأرض. كملي. It's one of the brightest objects in the sky, and you can see it without using a telescope. يعني مش متأكد قوي من المعلومة دي، بس ممكن لأن إحنا فعلا بنقدر نقول نشوف بعض الكواكب بعينينا المجردة، يعني أحيانا الصبح كده تلاقي فيه قمرين، هو طبعا مش قمرين، ده هو بيبقى قمر وكوكب، بس طبعا إحنا ما بنبقاش عارفين ده أنهي كوكب. فممكن المحطة دي نقدر نشوفها من الأرض بالنظر، لكن أكيد حجمها ضخم يعني. Read. When was it built?
Lots of countries work together to make the space station, and astronauts from all around the world have stayed on it. The first piece of the space station when it went into space in 1998, since the first astronauts arrived in 2000. 2000 More يبقى than بدأوا يبنوها في التاريخ ده، وأول أسترونوت وصل لها كان سنة 2000. More than two hundred astronauts from 19 countries have stayed there. تمام. Continue. What is life like on the space station? Life on the space station is different from life on Earth in many ways. In space, washing, sleeping, and eating can be difficult. But communication isn't a problem. Astronauts can send emails or make phone calls to their families back home. أكيد طبعا إن الحاجات العادية دي difficult، زي الغسيل أو الاستحمام والنوم والأكل، كل دي difficult، ولكن الكوميونيكيشن دي أسهل حاجة طبعا، لأنه أكيد بيستخدموا أحدث تكنولوجيا في التواصل. و طب نكمل دلوقتي، عندنا قطعة تانية وبيكلمنا عن journey to بينو. بينو ده كويكب، أو اللي هو ده اللي في الصورة، هو هنقول صخرة مثلا بس حجمها بيبقى كبير شوية، وبتبقى في الفضاء. ده بيقول الرحلة إلى كواكب بينو ده، والتواريخ حديثة جدا. read please in 2020. In 2020, a spacecraft landed on Bennu. اه Bennu يعني is a ثواني، في سبيس كرافت هبطت على الكويكب ده في سنة 2020. كملي. بينو Bennu is an أسترويد، اللي هو asteroid which is a large rock that is flying through space. The spacecraft called Osiris Rex. أوسايرس، أوسايرس ريكس، هو ده أوسايرس، اللي هو زي أوزوريس، يعني هم واخدين اسم فرعوني. أوسايرس ريكس ده اسم السبيس كرافت. توك سمول روكس، أخد يعني هدف السبيس كرافت مش مجرد إنها تهبط على الأسترويد ده وخلاص، هو عايزين طبعا يجيبوا عينات من صخور الأسترويد ده. أخدت طبعا، بيقول لك إنها السبيس كرافت took small rocks from Pinu and will take them back to the Earth in 2023، يعني هترجع الأرض السنة دي. أوكي كملي. This was an amazing achievement. Bennu is more than 300 million kilometers from the Earth, آه يعني but it's small. على بعد 300 مليون كيلومتر من الأرض. كملي. It's only 510 meters from one side to the other side. يعني حجم الصخرة أو الأسترويد ده 510 متر، يعني مش حاجة كبيرة، يعني يعتبر كبيرة طبعا. طبعا دي لو خبطت في أي كوكب هتدمره يعني أكيد. أوسايرس ريكس فين؟ احنا هنا. أوسايرس ريكس left read Left the Earth in 2016 oh and had orbited Bennu for nearly 2 years before it found a place to land أوبس، إيه ده؟ safely. معقولة المعلومة دي؟ بيقول لك إن الرحلة نفسها أو المركبة نفسها السبيس كرافت غادرت الأرض في 2016، يعني قعدت 4 سنين لحد ما وصلت له، وقعدت تلف حواليه سنتين عشان تقدر تهبط عليه. واو، صبورين جدا. كملي. طيب بعد ما هبطت سنة 2020 in 2021، أوسايرس Osiris Rex left Bennu for its journey home. This will be around 2.3 billion kilometers. Because the spacecraft must orbit the sun twice before it can land on the Earth. أوبس،
يعني هي نزلت عليه أو هبطت على سنة 2020 وخدت العينات وغادرت 2021، وهتاخد سنتين لحد ما ترجع الأرض، لأنها هتلف حوالين الأرض سوري حوالين الشمس مرتين قبل ما تقدر can land on the earth. واو، الناس صبورين قوي الناس دي. كملي. So why was Osiris Rex made this difficult journey? Scientists think that the rocks from Bennu could be help them to understand how the Earth was made. Scientists also think that understanding Bennu will help them know where the asteroid is going. It's possible that it will hit the Earth, although not for many years. يعني طبعا هو بما ان السنوات دي كلها الهدف من الرحلة دي كلها، هي رحلة صعبة طبعا، ان هم ياخدوا العينات علشان ده يساعدهم في فهم ان ازاي الارض تكونت او نشأت، وكمان هيساعدهم ان هم يعرفوا الاسترويد ده رايح فين، وهل في امكانية ان هو يخبط الارض ولا لا. طبعا لو حاجة زي كده حصلت تبقى مشكلة جامدة. طيب اوكي، أعتقد إن القطعة اللي جاية أسهل بقى بكتير من كل اللي فات. My trip to the planetarium، رحلتي إلى القبة السماوية، by حسن السيد. Last year I went to the planetarium in Alexandria with my cousin مجدي، رحت هناك مع ابن عمي مجدي. I was really excited because I hadn't been or been to the planetarium before، عمري ما رحت هناك. Continue reading, please. Magdi lives. Magdi lives in Alexandria, so he has visited the planetarium a few times with his family. Okay. Magdi راح كذا مرة. Okay. Three. We saw a really interesting film about ancient Egypt. We learned about how the ancient Egyptians had studied the stars to find out when the Nile flooded. They had even used the stars to help them build the بيراميدز. pyramids. اوكي، بيتفرجوا على فيلم بيشرح لهم مصر القديمة أو التاريخ القديم، إزاي اتعلموا من أو درسوا النجوم، وكانوا عرفوا يربطوا ما بين النجوم وفيضان النيل، وكمان طبعا استخدموا النجوم وقت بناء الأهرامات. اوكي، after the fall. After the film, we went to an exhibition about Mars. Did you know a space robot had explored Mars before the end of the 20th century? It landed on Mars in 1997. We had an amazing time. بيقول طبعا ان شافوا معرض عن كوكب المريخ، وان في كوكب سوري في روبوت قدر يكتشف الكوكب ده، وان هو قبل نهاية القرن العشرين في السنة ديت قدر الروبوت ده ان هو يهبط على الكوكب. continue we had We had an amazing time. We were there all morning, but when we left, we hadn't seen everything. I'd like to back there again one day. حلو الفضاء ده يعني. اوكي، إيه الجنرال نوتس على كل القطع اللي احنا قريناها؟ بيقول لنا كلمة اوربت، كلمة سبان. اوربت اللي هو احنا عرفنا طبعا اللي هو بيلف حوالين حاجة مثلا او يدور حول شيء. the earth orbits the sun، الشمس تدور حول الشمس. لكن verb spin، spin يدور حول نفسه. the earth spins on its axis once a day، بتلف حوالين محورها مرة في اليوم. كلمة station، كلمة stop. station احنا عارفينها اللي هي محطة يعني، بس طبعا مش محطة الفضاء يعني، محطة أتوبيس أو محطة قطر مثلا زي عندنا على الأرض. بيقول لنا هو مبنى أكبر وبيه أكيد مكتب لبيع التذاكر، وغالبا بيبقى مكان لانطلاق الرحلة أو نقطة الوصول.
زي مثلا ما بنقول باص ستيشن أو ترين ستيشن. أما كلمة ستوب لو نون معناه موقف أو محطة، يعني موقف في الطريق، يعني هو مش لا البداية ولا النهاية، حاجة في النص. زي مثلا باص ستوب ده مكان بيتوقف في الأتوبيس عشان ينزل ناس أو يركب ناس، لكن مش الديستنيشن وجهة الوصول ولا مكان بداية الرحلة. عندنا الـ important expressions and prepositions. read please. Include facts about the Earth, go into space, stay on the space station, the far side of, go around, different from on Earth in many ways. Okay. Travels at. Travels at, take turns, get the answer right, as soon as, at the same time as, soon after, color, photo, land on, check your idea, refer to, find a way to, move forward, use satellites for maps, the journey back, bring back, a long time after, a robot space vehicle. Yeah, Carol, okay. بقينا بس الجزء الأخير بتاع السينونيم والأنتينومز. أوكي، نقرأ مع بعض. huge Enormous, massive, tiny, tiny bright colorful, dull, pale, okay stay remain, leave, difficult hard, complex, easy, a possible probable, impossible, okay a public general, private. ال prefixes وال suffixes. عندي ال ly دي suffix، طبعا دي بتكون الظرف من الصفة، زي successfully carefully. ESE دي بتكون الصفة من الاسم أو الجنسية، زي Japanese. Asian طبعا بتكون الاسم من الفعل، زي communication. ال M دي طبعا prefix عشان تعطي العكس لبعض الحاجات اللي بدأ بحرف ال P، زي impossible. ال ING بيكون الصفة من الفعل، زي amazing. بقينا بس حتة صغيرة اللي هي ال speaking corner. مفيش حاجة المرة دي. بيقول لنا مهارة التحدث. saying when events happen، ذكر توقيت الأحداث، زي كده الأمثلة هنا بيقول لنا تواريخ يعني. read please. the first The photo. first photo, the first photo of the Earth was taken from space in 1946. A long time after that, in 1967, the first color photo on the Earth was taken. اوكي ماشي تمام.